المشاركة في الشؤون العامة، حيث حرمت المفوضية أعداد كبيرة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم قد تصل إلى عدة ملايين ولأسباب عديدة منها. أولاً، واحد، حرمت المفوضية العليا للانتخابات أعداد كبيرة من الناخبين تقدر بخمسة ملايين ناخب من المشاركة في الانتخابات لعدم صدور بطاقة بيومترية لهم، رغم أن قانون الانتخابات رقم 9 المادة 49 تلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسجيل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في سجل الناخبين بيومتريا عبر فرق جواله، وبالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التربية في إقليم كردستان، وخصوصا في وقت العطلة الصيفية ونهاية السنة الدراسية، وكذلك في أيام الأجازة الأسبوعية.